متتبعي غنشوف تي فرنسا، اهلا مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من اقليم العرائش بالضبط من منطقه مولاي عبد السلام بن المشيش. مولاي عبد السلام بن المشيش هذه منطقه تابعه ترابيا لاقليم العرائش. كنعتذر متتبعينا لان 5 ديال الكيلومتر انا طالع على رجلي للاسف، لان السلطات قطعت الطريق في الوقت اللي شاحنه اللي كتحيد هذا الثلج وقفه والساكنه استنكرت. خدينا تصريحات في البدايه، المنطقه تحتي للاسف ما كانش فيها الريزو، الناس كتستنكر عدم تدخل السلطات المحليه. كنعتذر الصوت غني عن كل تعليق، كلهت لان 6 كيلومتر ديال الثلج وحنا طالعين على رجلنا باش نوصلوا لضريح مولاي عبد السلام بن المشيش. متتبعينا كما كتلاحظوا ما كاينش سيارات، ما كاينش ولا تدخل. الان في هذه الاثناء كاين سيارات اللي محاصره في المدخل ديال مولاي عبد السلام بن المشيش اقل من 6 كيلومتر من الان. متتبعي غنشوف تي في اجواء جميله للاسف، ولكن السلطات ما تدخلتش من اجل فتح هذا الطريق في وجه مستعملي السيارات كما كتلاحظوا معنا حنا طالعين على رجلنا. مباشره متتبعي غنشوف تي في من منطقة مولاي عبد السلام بن المشيش اجواء جميلة، السكان ديال تطوان طنجة والنواحي كاملين جاو يستافدوا ويتمتعوا بهذه المناظر. بغينا حتى انتم متتبعين انكم تستمتعوا معنا بهذه المناظر الجميلة من منطقة مولاي عبد السلام بن المشيش. إذا كما قلت حنا طالعين على رجلنا، طبعا خلينا السيارات لتحت. الغريب في الأمر هو الشاحنة واقفة. السؤال اللي مطروح هو هاد الشاحنة لإزاحة الثلوج واقفة، ما عرفناش علاش شنو هو الدور ديالها، علما أنه في هاد الأثناء جو جميل مشمش كما كتلاحظوا معنا. الصور غنية عن كل تعليق متتبعين، حنا معكم في هاد البث المباشر من منطقة مولاي عبد السلام بن المشيش. للأسف كان عليها السلطات المحلية المستوى عمالة إقليم العرائش أنها تدخل من أجل إزاحة الثلوج باش تفتح مجال لهاد الناس اللي تيشتغلوا هنا، التجار ديال منطقة مولاي عبد السلام بن المشيش. متتبعي غنشوف تي تيستنكروا غياب تدخل السلطات من أجل فتح الطريق عفوا في وجه الزوار، لأن اليوم عطلة 11 يناير معاناة بالجملة تعيشوها هاد السكان. للأسف بغينا أن الطريق تكون مفتوحة في وجه الزوار، ولكن للأسف ما عرفناش التدخل ديال السلطات المحلية على مستوى عمالة إقليم العرائش. هذه منطقة ديال مولاي عبد السلام بن المشيش المعروفة على المستوى الوطني وكذا الدولي اللي معروف الضريح ديالها، ولكن للأسف اليوم عطلة. عدد كبير ديال المغاربة مختلف المدن جاو يزوروا هذه المنطقة، ولكن للأسف مباشرة من مولاي عبد السلام بن المشيش أجواء جميلة. متتبعينا اليوم الاثنين 11 يناير نعطيكم هذه الصور الجميلة هنا كما كتلاحظوا معنا من منطقة مولاي عبد السلام بن المشيش. هانتوما كتلاحظوا الثلوج اللي كتعرفها هاد المنطقة، ولكن السؤال اللي مطروح المعاناة هنا ديال هاد السكان مساكن والتجار تيعانيو، تيقول لك اليوم استبشرنا خيرا بالعطلة أن المواطنين عادي يطلعوا بالسيارات ديالهم حتى للضريح تتحرك العجلة الاقتصادية على علتها في زمن كورونا. ولكن السؤال اللي مطروح لقينا بعض المواطنين بالبالات يعني هما بالفاس تيفتحوا الطريق ومازال كاين عدد كبير ديال المواطنين المتسابين هنا اللي تيستنكروا. هانتوما كتشوفوا الناس هوادين ما كاينش ترونسبور. السلام عليكم، شنو المشكل اخي هود على رجلك؟ المشكل هو الترونسبور ما كاينش. ترونسبور ما كاينش، وديك الشاحنه كتفتح الطريق ما كايناش. ما كايناش اسيدي. علما ان الجو مشمش دابا. مشمش ولكن راه ما كاين والو، غدا عاد تجي راه ما جا والو. غدا عاد تجي. يا سلام على حسب اليوم، على حسب قال لكم البارح على حسب اليوم وما جاتش. اذا كما سمعتم متتبعينا شهاده حيه هنا بطاقة مولاي عبد السلام بن المشيش التابع ترابيه الاقليم العرائش. فين ماشي ان شاء الله؟ نمشي لطنجه الا كتب الله. دابا هذا 6 كيلومتر تضرب على رجلك للاسف. الله يعاونك طريق السلامه. الصور غانيه متتبعي غانيه عفوا عن كل تعليق. لاحظوا هذا المواطن ماشي بالمعدات ديالو على رجله هو والاسره ديالو في انتظار الذي ياتي او قد لا ياتي باش تحل الطريق. طبعا اليوم الجو جميل ورائع رغم انخفاض درجة الحرارة. متتبعينا كما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر انتم كتلاحظوا كاين مجموعة ديال الناس اللي جاوا مختلف المدن كما قلت، تطوان، مارتي، المضيق، الفنيدق، طنجة، أصيلة، العرائش، الناس اللي باغا تشوف الثلج لأن أقرب منطقة طبعا على إفران. ولكن للأسف للأسف صوروا معايا أن الإنسان غيضرب 6 كيلومتر على رجلو لذات صغار باش يوصلوا للرأس ديال مولاي عبد السلام بن المشيش. أكدتنا بعض المصادر الشباب ديال المنطقة أن كاين سكان الفوق اللي خدامين بيدهم بالبالات ديالهم تيفتحوا الطريق تيستنكروا هذا الشيء في غياب تدخل ديال الجهات المسؤولة. إذا نتمناو السيد عامل إقليم العرائش يكون معنا في الاستماع ويرسل لنا الشاحنة باش تفتح الطريق للمستعملين الطريق، لأن عدد كبير ديال عدد كبير. قل لي أخي شنو المشكل؟ هو ان الاخوان نعم مواطنين كيفتحوا الطريق ساكنه دائما متطوعين هما اللي كيفتحوا. الشاحنه ما كايناش، الشاحنه ما كايناش وما جاتش البارح. نعم جات وهما مشاكل وما فتحات والو. دابا الاخوان هنا راه كاين 60 ولا 70 ديال الساكنه دازت شويه هنا غتجبرهم كيفتحوا الطريق. غادي نوصلوا نشوفوا. اذا كما سمعتم متتبعي غنشوف احنا معكم في هذا البث المباشر من منطقه مولاي عبد السلام بن المشيش تابعه ترابيا العمالات العرائش في غياب تدخل السلطات من اجل فتح الطريق، لان الطريق كاين اللي غايشوف الصور الان يقول لك الطريق هنا مفتوحه 4 كيلومتر من تحت طلعناها تلهتو في الثلج وكنزلقوا لان الشاحنه مع الجو مشمش ومع العطله اليوم كان
والزوار تيعاني والساكنه كتعاني. هانتوما كتلاحظوا مناظر جميله خلابه ولكن للاسف ثم الاسف. اذا المتتبعين احنا معكم مباشره من مولاي عبد السلام بن المشيش التابع ترابيا لعمالات المضيق الفنيدق. الساكنه كتعاني وعادي نوصلوا. نعم سيدي. السلام عليكم. السلام. احنا هنايا مكتب مولاي عبد السلام بن المشيش. نعم. جماعه تزرق من العرائش. هذه ثلاث ايام والثلوج كطيح بكثافه. هذه ثلاث ايام وحنا في عزله تامه. في العزله. عزله تامه. القطع ديال الكهرباء البارح في العشيه عاد جا الضوء. جا الكهرباء. والطريق هذه ثلاث ايام وهي في عزله ما كاينش. الطريق هذه ما جاوش يفتحوا لنا الطريق. هذه يفتحوا لنا الناس. فتحوا لنا انتم على بعد 100 متر جبروا الساكنه. 100 متر جبروا الساكنه هي. عادي نمشيو. اذا المتسامعين طبعا هذو فضائح بالجمله كتسجل في سجل هذ المسؤولين ديال هذه المنطقه للاسف. كيف يعقل ان الناس ثلاث ايام في العزله ومنطقه مولاي عبد السلام بن المشيش المعروفه على المستوى الوطني وكذا الدولي. لاحظوا شحال المواطنين طالعين على رجلهم في غياب الشاحنه المتخصصه لفتح هذا الطريق للاسف. مباشره منطقه مولاي عبد السلام بن المشيش اجواء جميله رائعه ولكن للاسف كما قلت تصوروا ان ثلاث ايام والناس في العزله والمواطنين كما كتلاحظوا هما اللي خدامين بالامكانيات ديالهم البسيطه تيفتحوا الطريق. وهذا مشكل اللي تيعانيوه مجموعه ديال الناس هنا في هذه المنطقه وممكن تكون ماشي عاب مولاي عبد السلام بن المشيش اضافه لمناطق اخرى. كما كتلاحظوا متسابعين الان هنا الشباب ديال هذه المنطقه انتم كتلاحظوا تيشتغلوا بطرقتهم الخاصه بالامكانيات البسيطه ديالهم من اجل ازاحه الثلوج. اذا مباشره متتبعين غنشوف تي في من منطقه مولاي عبد السلام بن المشيش تابع ترابيا لعماله العرائش. هانتوما كتلاحظوا لنا الشباب كيفاش كتفتح الامكانيات البسيطه ديالها في غياب الشاحنه المتخصصه لذلك. ما عرفناش الاسباب الحقيقيه علاش هاد الشاحنه ما تدخلتش. وانتم كتشوفوا الشباب على اليمين وعلى اليسار. طبعا هذا الشيء تيأسف متسبعينا في واحد المنطقه جبليه سياحيه بامتياز. سمعتوا تصريحات ديال بعض الساكنه انهم تيعانيوا ثلاث ايام هما في العزله. وانتم كتلاحظوا شنو اللي واقع الان متسبعينا. احنا معكم مباشره من مولاي عبد السلام بن المشيش. هادو معاناه بالجمله. هذا الشيء اللي كتشوفوه متسبعينا ما بغيناش نشوفوه في هاد المنطقه لان هي سياحيه بامتياز. عادي نمشيو لهذا المرتفع متسبعينا وغتلاحظوا عدد كبير ديال الشباب ديال هذه المنطقه بامكانياتهم الذاتيه الشخصيه تيفتحوا الطريق في وجه الزوار. وكذلك انتم كتشوفوا الصوت لان تلهت لان 6 كيلومتر تقريبا حنا طالعين على رجلنا في المرتفع تحت انخفاض درجه الحراره والبرد القارس متسبعينا. رغم انه كيبان لكم الجو مشمس ولكن منطقه طبعا كتعرف واحد المرتفع. لاحظوا هذه السياره كيفاش محاصره بالثلوج وكيفاش كانت الطريق متسبعينا انها محاصره. وكما سمعتوا انه الناس ثلاث ايام هما تيعيشوا العزله والانقطاع ديال الكهرباء للاسف. مباشره من مدينه من مدينه عفوا من منطقه مولاي عبد السلام بن المشيش تابع ترابيا لاقليم العرائش. غادي نشوفوا شباب اللي تيفتحوا الطريق بامكانياتهم الذاتيه يعني بالبالات ديالهم والفاس في غياب طبعا الجهات المختصه. اذا هذا هو السؤال. رساله مفتوحه لكل مسؤول كيشوف معنا هذا البث المباشر المتسابق. غنشوف تابع هذه معاناه بالجمله. لاحظتوا الثلوج كتساقط متسبعينا هنا في هاد المنطقه. مناظر جميله للاسف ولكن اللي تيأسف هو غياب كما قلت وما كتشوفوا المواطنين يعني بامكانتهم الذاتيه ناس كتفتح الطريق راسها. الله يعاون سيدي الله يعاون. اذا كما كتشوفوا متسبعين غنشوف تابع احنا معكم في هذا البث المباشر على الكبير ديال الساكنه وديال المواطنين تيفتحوا الطريق بالمعدات ديالهم في غياب الشاحنه المتخصصه لذلك. حنا في واحد المنطقه اللي معروفه متسبعينا انتم كتشوفوا على الكبير ديال الناس فئات عمريه مختلفه ناس صغار كبار. الله يعاون سيدي الله يعاون. كما كتلاحظوا معنا الناس كتقوم بفتح الطريق في وجه الزوار. الله يعاونك اشريف. ما كاينش شاحنه. ما كاين حتى شي حاجه سيدي. ما كاين لا ما يقدموا ولا ما يأخروا في هذه البلاد. بحال نسيا هذه ثلاث ايام والطريق محبوسه على هاد الناس. جا السيد البارح بالكاميو جاب لنا الخضره غير باش تقضوا الناس والساكنه ما خلاوهش يطلع. حبسوا هذه كما تقريبا 6 كيلومتر باش حبسوا ديك السيد الكاميو ديال الخضره رجعوه فحاله. الناس كاين اللي باشوا في الخلا لا من ول البارح. هذه دابا ثلاث ايام كاين الناس اللي باشوا في الخلا لكن لم يقدموا ولم ياخروا. الزوار كيجيو هنا كيتكرفصوا كيحطوا الطوموبيل ديالهم تما وبقاو طالعين على رجلهم. طبعا حتى حنا طلعنا حتى حنا طالعين كنتنفسوا هذه المعاناه. عامل راه جا البارح في الصباح. نعم. وقف في عين المكان تقريبا 6 كيلومتر وعطى التعليمات ديالو ومشى فحالو. ما جاب لنا لا نبلوس ولا انقاذ ولا حتى شي حاجه.
قدم لنا حتى شي حاجه. رساله واضحه، شكرا لك. وعليكم السلام. اذا انا متسبعي قنشوف تي في طبعا صور غنيه عن كل تعليق، معاناه بالجمله اقل. الساكنه كما سمعتوا هي اللي كتستاح، وانتم كتلاحظوا وصف هذا البث المباشر متتبعينا، وحنا طالعين 6 ديال الكيلومتر ديال العقبه. طبعا اللي عنده السفرة عادي يطلع، واللي ما عندوش كيعاني، وكاين بزاف ديال الناس اللي رجعت. السؤال اللي مطروح، وما ان هاد التجار ديال منطقة علي عبد السلام بن المشيش استبشروا خيرا كما قلت بقدوم هاد الثلوج باش تحرك هاد المنطقة، ولكن للأسف هاد الناس مع من عيبيعوا، مع من عادي يشري، وشكون اللي عادي يوصل عندهم؟ هادو معاناة بالجملة كتعيشها الساكنة متسبعي قنشوف تي في. وانتم كتشوفوا سمعتوا التصريح الأخير أنه جاء السيد عامل إقليم العرائش أمس وعطى التعليمات ديالو، ولكن ولا أحد للأسف. متسبعين احنا مازال معكم في هذا البث المباشر هنا في هذه المنطقة، وانتم كتلاحظوا شنو اللي واقع. ناس المواطنين ديال هذه المنطقة هما اللي تيفتحوا الطريق في غياب طبعا المعدات اللوجستيكية. حنا في هذا البث المباشر متسبعين تنطلبوا عميل الإقليم العرائش أنه يعطي التعليمات ديالو الآن، لأن الناس كتعاني. قالوا لنا أنه جا البارح ولكن الشاحنة ما جاتش، هذا هو المشكل. تصوروا الناس كتقول ثلاث أيام وهي في العزلة، ثلاث ايام وهي كتعاني، والمواطنين هما اللي تيحلوا الطريق. وانتم كتشوفوا معنا متسبعين احنا معكم في هذا البث المباشر مناظر جميله، ولكن للاسف لماذا؟ لان 6 كيلومتر ديال الطريق صعيب ان الانسان يطلع، خاصه انه جاي اليوم عطله، جاي يستمتع بهذه المناظر مع وليداته. كاين الناس اللي ضربت كيلومتر عياو ومشاو بحالاتهم. يعني ها الاقتصاد ديال هذه المنطقه، هذو معاناه اللي تعيشها كيعيشوها هاد التجار. وانتم كتشوفوا حتى الصوت، النبرات الصوتيه ديالي متسبعين احنا معكم في هذا البث المباشر، ان 6 كيلومتر ديال الخلفه راه صعيب مع انخفاض درجه الحراره والبرد الخارج، وانت طالع في هذا المرتفع صعيب وصعيب بزاف. دائما متسبعين احنا معكم في هذا البث المباشر، انتم كتشوفوا المعاناه اللي كتعيشها الساكنه ديال هذه المنطقه. مناظر جميله، ولكن الغير جميل هو غياب المعدات اللوجستيكيه اللي فاتت الطريق في وجه مستعمليها والزوار. خاصه استبشرت الساكنه ديال المغرب الحبيب خيرا بهذه التساقطات الثلجيه، ولكن للاسف شكون اللي عادي يجي وباش غتوصل باش تطلع 6 كيلومتر الخلفه؟ من المستحيل طبعا انك تطلع. انتم كتلاحظوا الساكنه هي اللي كتقوم فتح الطريق في وجه المستعمرين. طبعا الناس جابوا الماء هنا باش على الله يعاون ويساهم كذلك فتح الطريق، ولكن شحال من المتر كيب ديال الماء خصك تطلق باش تفتحت 6 كيلومتر في وجه مستعملين الطريق متسبعينا؟ طبعا سلطات عملت اقليم العرائش كنوجهوا رساله مفتوحه للسيد العامل احنا معكم في هذا البث المباشر، انه جدر التعليمات ديالو الان اللي اعطى التعليمات للشاحنه انها تدخل وتفتح الطريق في وجه مستعمليها والزوار. مناظر جميله، ولكن اللي تيأسف هنا الان هو غياب فتح الطريق في وجه مستعمل الطريق. 6 كيلومتر ديال الخلفه متسبعين طلع الاقدام صعيب صعيب بزاف، خاصه انه التجار والمحلات كتعاني لان ما وصل عندهم حتى شي واحد. اكيد 6 كيلومتر واحد ما عاد يطلع لها صعيب، كاين الناس اللي وصلت وكاين الناس الاغلبيه اللي لغات الفكره، وهذا مشكل متسبعين. مناظر جميله، شوفوا معنا هذه المناظر الجميله متسبعين هنا في منطقه مولاي عبد السلام بن المشيش، ولكن للاسف للاسف. وحنا معكم في هذا البث المباشر نتمنى وكذلك متسبعين انه تفتح الطريق في وجه الزوار باش تحرك العجله والحركه الاقتصاديه، لان 6 ديال الكيلومتر انتم كتشوفوا خاصه مع هذه العقبه وهذا المرتفع ديال هذه المنطقه. مناظر جميله بالفعل، مناظر خلابه رائعه، ولكن كنا كننتظروا انه تكون هذه الشاحنه ديال ازاحه الثلوج تكون خدامه. للاسف وسمعتوا تصريحات صادمه على اللسان الساكنه اللي عانت ثلاث ايام وهي في العزله حتى المعونه باش ياكلوا، جات شاحنه مملوءه بالخضر ما تمش فتح لها الطريق باش تطلع لهذ المنطقه فين كيتسوقوا الناس، وخاصه شحال من شقه وشحال من دار وشحال من محل كاين هنا متسبعين، صعيب وصعيب بزاف. شوفوا تبارك الله الثلوج، مناظر جميله، ولكن صعيب. اضطرينا اننا طبعا نخلفوا معكم اكيد في وجه باش نساهموا ويشوفوا معنا المتسبعين ديالنا هذا المباشر وهذه المعاناه اللي كتعيشها الساكنه. طبعا كاين الناس اللي بقات كما قلت في العزله التامه لمده 3 ايام في غياب اي تدخل حسب التصريح اللي عطانا هذا السيد اللي كان بالفاس يفتح الطريق بامكانياته الشخصيه. دائما المتسبعين احنا معكم في هذا البث المباشر. طبعا الفتيات والاطفال فرحانين، هذو زوار ديال المنطقة أجواء جميلة، ولكن الغير الجميل هنا هو المعاناة أكيد الأم والأب ديالهم باش يطلعوا معاهم حتى الرأس. يعني 6 كيلومتر راه صعيب صعيب بزاف. لاحظوا معنا متسبعين الأجواء كيفاش دايرة، مناظر جميلة تبارك الله. طبعا فرحانين تيلعبوا الله يصلح طبعا، ولكن
كما قلت معاناة بالجملة، معاناة بالجملة متسبعين. احنا معكم في هذا البث المباشر، الله يصلح حسيك. إذن دائما متسبعين احنا معكم في هذا البث المباشر، احنا طالعين في هذا المرتفع 6 ديال الكيلومتر ديال المرتفع ديال العقبة. الإنسان يطلع على رجلو صعيب وصعيب بزاف، 6 ديال الكيلومتر صعيب وصعيب بزاف. أكيد الله يحسن العون باش نكون واضحين. حنا بالنسبة لنا المرتفع التنفس ماشي مشكل، كاين ناس اللي عانات في صمت. إذا أنا متسبعي غنشوف تبعي، مازال معكم في هذا البث المباشر من منطقة مولاي عبد السلام بن المشيش، تابع ترابيا لعمالات إقليم العرائش، معاناة بالجملة، غياب تدخل ديال السلطات المختصة لفتح الطريق في وجه الزوار، للأسف منع السيارات دخول عين المرتفع ديال مولاي عبد السلام بن المشيش. لاحظوا الطريق الفوقية يعني طبعا مغلقة في وجه الزوار، وهذو معاناة تتعيشها الساكنة كلما تهطلت سقوطات الثلجية. السؤال اللي مطروح يعني تعليمات ديال العامل إقليم العرائش ربما ما كانتش في محل حسب التصريحات اللي عطاونا هاد الناس، وانتم كتلاحظوا الطريق مؤدية إلى الضريح ديال مولاي عبد السلام مغلوقة ومقطوعة في وجه الزوار مباشرة من منطقة مولاي عبد السلام بن المشيش تابع ترابيا لعمالة العرائش، معاناة بالجملة. غادي نعطيكم صور أخرى كتبين غياب التدخل ديال السلطات المختصة للأسف. ما عرفناش شنو السبب، الناس 3 ايام وهي كتعيش العزلة هنا، باقي تقريبا اكثر من نص كيلومتر اللي مازال باش توصلوا الرأس ديال الضريح. لاحظوا معايا متسبعين شنو اللي كاين هنا، هانتوما كتشوفوا مولاي عبد السلام 06 يعني اكثر من نص كيلومتر اللي مازال ناس عاشت 3 ايام يعني محاصرة متسبعين حسب التصريحات اللي خديناها في غياب تدخل ديال الشاحنة بالدرجة الاولى. طبعا منطقة معروفة على المستوى الوطني وكذا الدولي ضريح مولاي عبد السلام بن المشيش، يعني تجلو زوار مختلف المدن المغربيه والدول كذلك اللي كتزور هذه المنطقه، ولكن في غياب تدخل كما قلت رسمي من اجل فتح الطريق في وجه مستعمليها. وانتم كتلاحظوا الناس كيفاش كتعاني متسبعين هنا، ناس كيفاش كتعاني، مناظر جميله ولكن اللي ماشي جميل فيها جدا هو هذه المعاناه. هذه المعاناه يعني تصوروا الناس بقات محاصره هنا 3 ايام والناس محاصره ما لقاتش، يعني كاين ناس قال لك ما لقاش تما تاكل، صعيب وصعيب بزاف. وانتم كتلاحظوا شنو اللي واقع هنا في هذه المنطقه متسبعينا. نتمنوا بالفعل تدخل الجهات الرسميه من اجل فتح الطريق، لان سمعتوا الناس شنو قالت، الناس قالت ان 3 ايام وهي محاصره ولكن ما كاينش تدخل. هذه دابا حنا طالعين للضريح يعني مازال نصف كيلومتر، مناظر جميله متسبعينا. هذه ماشي افران، هذه مولاي عبد السلام بن المشيش، مولاي عبد السلام بن المشيش تابع ترابيا لاقليم العرائش، تابع ترابيا لاقليم العرائش، ولكن في غياب الذي ياتي او قد لا ياتي للاسف معاناه كتعيشها هاد الساكنه. لاحظوا ان الملعب ديال المنطقه كيفاش مغطي، لاحظوا ان المؤسسه الصحيه كذلك، مجموعه ديال المرافق اللي حصرتها الثلوج. تصريحات ديال الساكنه متسبقا شفت فيها اكدتنا انهم 3 ايام هما في العزله، ما كاينش حتى الكهرباء. السؤال اللي مطروح لماذا السلطات المختصه ما دخلتش في وقتها؟ اكدنا واحد المواطن قبل لحظات متسبقا ان عامل اقليم العرائش جاء امس من هذه المنطقه اللي تحت اللي طلعنا على رجلها تقريبا، طلعنا عفوا على رجل ديالنا 6 ديال الكيلومتر، ولكن الشاحنه اللي عتفتح هاد الطريق في وجه المستعملين لها بالنسبه للزوار اللي يمكن لهم يحركوا العجله اقتصاديا، هاد الناس اللي كيعيشوا الامرين في زمن كورونا اضافه الى المحاصره ديالهم بالثلوج 3 ايام وهما في العزله التامه. هذا هو السؤال. نتمنوا بالفعل السلطات المختصه انها تعجل فتح الطريق في وجه الزوار والساكنه ديالها اللي كتعيش الامرين، انخفاض درجه الحراره، معاناه اقتصاديه في زمن كورونا وفي زمن التساقطات الثلجية الجميلة. جميلة جدا وغير جميلة هو الأزمة الخانقة اللي عاشوها هاد التجار. استبشروا خيرا اليوم عطلة الاثنين 11 يناير انهم غيكونوا مجموعة ديال الزوار مختلف المناطق، تطوان، طنجة، العرائش، أصيلة، القصر الكبير ومناطق أخرى، ولكن للأسف تصوروا 6 ديال الكيلومتر ديال الطريق متسبعين والناس كتعاني. طبعا احنا مازال طالعين معكم متسبعين كنشوف في هذا البث المباشر لنقل الوقائع المؤلمة في الحقيقة اللي كتعيشها هاد الساكنه مع انخفاض درجه الحراره. وتصوروا البرد القارس اللي كتعرفوا هاد المنطقه ديال مولاي عبد السلام بن المشيش كما قلت تابع ترابيا لعماله العرائش، من يتحمل المسؤوليه؟ هذا هو السؤال، من يتحمل المسؤوليه متبعين هاد المعاناه بالجمله اللي كتعيشها هاد الساكنه في غياب اي تدخل رسمي؟ للاسف حسب التصريحات طبعا اللي خدينا قبل لحظات مع السكان اللي تيفتحوا بامكانيتهم البسيطه الطريق. مازال معكم 6 ديال الكيلومتر ديال العقبة، إوا نطلبوا الله السلامة، هذا هو الأهم، الدعوات ديالكم متسبعين احنا معكم في هذا البث المباشر. الغريب في الأمر جو جميل، ما كاينش تساقطات الآن يعني واقفة، ولكن ما كاينش شاحنة. هذا هو السؤال،
هذا هو السؤال. لاحظوا شحال حنا تنخلفوا البث المباشر مفتوح، اضافه لان بعض في خلينا السيارات طلعنا على رجلنا وحنا مازال طالعين في غياب اي تدخل باستثناء المواطنين ديال هذه المنطقه اللي تيعانيوا متسبعين. حنا انتم كتشوفوا مناظر جميله، مناظر جميله، ولكن نعطيكم صوره من هذه الزاويه اخرى تشوفوا الناس كيفاش طالعه متسبعين في هذا البث المباشر. مناظر جميله هنا في منطقه مولاي عبد السلام بالنسبه لنا الزوار الحقيقه، اما الساكنه كتعيش الامر راي يقول لك ها هي جميله ولكن صفر درهم كما قلت، ما كاينش البيع والشراء، ما كاين الزوار اللي يمكن لهم يطلعوا بالسيارات ديالهم. كاين على الكبير ديال الناس اللي رجعت ما بغاش تطلع، طبعا الناس 3 كيلومتر الدراري عندها، الناس عندها دراري صغار، صعيب وصعيب بزاف. إذن دائما متسبين احنا معكم في هذا البث المباشر، انخفاض درجه الحراره والبرد القارس اللي كتعرفها المنطقه والضواحي ديال مولاي عبد السلام بن لمشيش. شوف تي في انتقلت لعين المكان لنقل صوره صوت وصوره، وكنعتذر طبعا على كنلهت لان 3 كيلومتر العقبه والماتريال والمعدات اكيد صعيب وصعيب بزاف. دائما متسبين احنا معكم، انتم كتشوفوا المعاناه اللي كتعيشها هذه الساكنه ديال هذه المنطقه. ولاحظوا ولاحظوا متسبعينا ان هاد الناس كيفاش كيدوزوا الليل، كيفاش غيدوزوا البرد. اذا كانت شي مراه في حاله ديال الولاده، شي مراه اللي خصها تولد، شكون اللي عادي يهبطها في هاد المنطقه؟ كيفاش عاد تولد؟ شوفوا الملعب كره القدم كيفاش ملوء عن اخره، شوفوا البنايات الاداريه. اذا متسبعينا احنا مازال معكم في هذا البث المباشر هنا في منطقه مولاي عبد السلام بن لمشيش، برد القارس، كاين زوار، كاين شباب فئه عمريه مختلفه، ولكن كما كتلاحظوا كما قلت الطريق مقطوعه في وجه مستعملين الطريق لمده 3 ايام. كاين شباب ديال المنطقه طبعا تيستمتعوا بهذه المناظر الجميله متسبعه، كنشوف فيها شيء جميل جدا، ولكن اللي ماشي جميل هو غياب فتح الطريق. السلام عليكم، كي داير؟ الله يبارك فيك، كيداير الامور؟ انتم الشباب ديال المنطقه 3 ايام الطريق مقطوعه؟ نعم تقريبا. قل لي شنو المشكل؟ عندنا شي مشكل الحمد لله. لا عندكم مشكل، الناس طالعين على رجلهم. انت معنا في المباشر، خلينا من الهضره دابا دخل لغه الخشب، هضر معايا بالمشكل. قل لي شنو عندكم حيت الناس طالعين على رجلهم كانوا خصهم يطلعوا بالسيارات. المشكل الطريق مقطوعه وهذا هو المشكل، وقل لي كاين المشكل. اذا متسبعينا طبعا كاين المشكل، كاين المشكل. يا لا سيدي الحمد لله حتى 3 ايام ممكن تصبر الشاب، كاين المراه اذا كانت حامله خصها توضع ما تصبرش. اوكي متفقين. يا لا تحياتي يا سيدي. الله يعاونك. إذا المتسبعين كما قلت طبعا شباب، عاود كل واحد والرأي الآخر، لأنه شاب الدنيا هانية، ولكن حنا تنطرحوا السؤال إذا كانت شي مرأة حاملة وعاد توضع في هذه الأثناء كيفاش هي الطريقة اللي غيتم نقل هذه السيدة؟ وهذو هما المعاناة بالجملة اللي كتعيشوها ساكنة ديال مولاي عبد السلام بن لمشيش التابع ترابية لإقليم العرائش. إذا المتسبعين حنا مازال معكم في هذا البث المباشر هنا في هذه المنطقة، معاناة بالجملة. أنتم كتلاحظوا انخفاض درجة الحرارة و6 ديال الكيلومتر ديال الخلفة للأسف. هاد الناس كيفاش غيمكن لهم يتجاوزوا هاد المحنه متسبعينا؟ كيفاش غيمكن لهم يتغلبوا على هاد المعاناه في غياب فتح الطريق بشكل رسمي؟ هذا هو السؤال. تصوروا من اللي بدينا المباشر الى يومنا هذا متسبعينا، حنا طالعين معكم على الاقدام كما طالعين على الكبير ديال الساكنه والزوار في غياب تدخل رسمي ديال السلطات المختصه هنا بمنطقه مولاي عبد السلام بن لمشيش. كما قلت متسبعي كنشوف تافي اللي كتعاني في صمت 3 ايام ديال العزله، واليوم جو جميل عطله 11 يناير، مجموعه ديال المواطنين والزوار من مختلف المدن المغربيه جاوا يستمتعوا بهذه المناظر، ولكن للاسف تم حبس الطريق في وجه مستعملين الطريق في غياب الشاحنه المتخصصه لفتح الطريق، وحنا مازال طالعين معكم على الاقدام متسبعين. هذو معاناه تيعيشوا هاد الناس. السؤال اللي مطروح هما التجار اللي في الضريح، كيفاش غيمكن لهم يحركوا العجله الاقتصاديه في زمن كورونا وفي هذه الازمه الخانقه اللي كيزمر منها ربوع المملكه؟ طبعا حنا مازال معكم متسبعينا، الصوت غني عن كل تعليق لان كلهتوا 6 كيلومتر ديال الخلفه، ولكن باش نوصلوا للراي العام الوطني وكذا الدولي هاد الوقائع اللي كيعيشوا هاد الناس وهاد المعاناه. حنا في شوفتي في قناه الشعب تندخلوا وتنتحملوا هاد العبء وهاد المسؤوليه وكننتقلوا رغم قساوات ديال البرد، رغم المعاناه. السؤال اللي مطروح هو هنا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مأوى، المتشردين، يعني تصوروا هاد الانخفاض درجه الحراره، الطريق ما تحلتش، بمعنى شنو هو الحل ديال هاد الناس؟ دائما متسبعين احنا معكم في هذا البث المباشر هنا في منطقه مولاي عبد السلام بن لمشيش، معاناه بالجمله. لاحظوا ان الناس كما قلت كانوا تيعانيو تيعانيو، ونتمنوا بالفعل انه يتم فتح الطريق في وجه مستعمليها. السؤال المطروح كما قلت متسبعين على ديال المواطنين،
عدد ديال المواطنين المتسبين اللي صرحوا ان السلطات لم تحركوا ساكنا هنا، ناس محاصره ثلاث ايام وهي في العزله، الشاحنه اللي كتفتح الطريق ما كايناش، معاناه بالجمله كيعيشوها السكان هنا في هذه المنطقه تابعه ترابيا لعمله العرائش. اجواء جميله رائعه ولكن اللي ماشي جميل فيها هو هادشي. اذا كيفاش غيمكن لهم هاد الناس يعيشوا؟ كيفاش هاد المواطنين الحق في الحياه وهما محاصرين في هذا الثلوج؟ عدد كبير ديال المواطنين متسابقين كما قلت اللي حطوا الرحال للاستمتاع بهذه المناظر الجميله هنا في منطقه مولاي عبد السلام بن المشيش، ولكن المفاجاه الكبرى كاين ناس طبعا اللي عندها لياقه ويمكن لها تطلع وتخلف نساء رجال فئات عمريه مختلفه، وكاين ناس اللي للاسف يعني ضربوا واحد كيلومتر حتى جوج كيلومتر وعندهم دراري صغار وعندهم كذا وما قدروش انهم يلتحقوا في راس ديال مولاي عبد السلام بن المشيش فين الضريح المعروف على المستوى الوطني والدولي كما قلت. هادو معاناة أخرى كتنضاف المواطن في المغرب 2021 في زمن كورونا. السؤال اللي مطروح، والسلطات ديال عمالة العرائش كتشوف هادشي ولا لا؟ واش كيوصلوا لها تقارير يعني صحيحة ولا تقارير غلوطة؟ للأسف هادو معاناة كتعيشها هاد الساكنة طبعا اللي للأسف في الحقيقة يصعب عليك أحيانا التعليق لأن المعلومة أو الفكرة كتهرب لك كل ما يمكن لك تقول وتقول معاناة بالجملة. لأن تصوروا معايا هاد الناس هنا محاصرين بالثلوج ثلاث أيام ديال العزلة وهما تيعيشوا الأمر راين. أنا السؤال اللي تيطرح الأذهان ديالي الآن هو إلا كانت شي سيدة عتوضع حاملة كيفاش غيمكن تم النقل ديالها في حالة استعجالية؟ الناس خدينا تصريحات قبل لحظات أنه طلجات الشاحنة ديال المعونة ديال الخضرة وديال المعدات بقات محاصرة تحت ما يمكنلاش تطلع، كيفاش غتطلع أنت هاد الصخرة 6 كيلومتر مع التساقطات الثلجية وانخفاض درجة الحرارة اللي كتعرفها المنطقة في الصباح الباكر وفي الليل صعيب وصعيب بزاف. إذا دائما المتسبعين حنا معكم في هذا البث المباشر من منطقة مولاي عبد السلام بن المشيش. معاناة بالجملة كتعيشها الساكنة بسبب عدم فتح الطريق في وجه مستعمليها والزوار كذلك. بغينا حنا مازال حنا حاضرين، إذا تم فتح الطريق راه غادي ينقلوا الوقائع، ولكن تصوروا ملي بديت المباشر حنا طالعين تنخلفوا على اليمين وعلى اليسار مازال ما كاين حتى شي حاجه باستثناء المواطنين اللي امكانياتهم البسيطه تيفتحوا هذا الطريق راسهم. طبعا كنهضر على تحت تما هنا في هذا المرتفع صعيب وصعيب بزاف. صور غنيه عن كل تعليق معاناه يعيشوا هاد السكان للاسف هذا هو السؤال. طبعا كما قلت استبشرت ساكنه خيرا من التساقطات الثلجيه لانك ممكن تحرك العجله الاقتصاديه من طرف الزوار، ولكن للاسف انه عدم فتح الطريق في وجه العموم خلق مشكل. تنطرحوا سؤال رساله مفتوحه السيد عامل الاقليم العرائش انه يعطي التعليمات ديالو لفتح الطريق في وجه مستعمليها والزوار باش تحرك العجله الاقتصاديه، لان هاد الناس اللي كيبيعوا هنا ما يوصلوش عندهم للزوار. علاش؟ لان الطريق مشدوده وهذا مشكل. لاحظوا ارتفاع ديال الثلوج هنا في هاد المنطقه. السلام عليكم. الله يعاون الشريف. كاين شي حركه؟ تفضل ما كنسمعك، تفضل نسمعوك باش نهضر معانا. الطريق مشدودة؟ الطريق مشدودة. وما تدخلوش هاد الناس يحلوا؟ كاين الشاحنة فين ما جاتش؟ ما جات حتى شاحنة والو. والو. الله يعاونك. إذا كما سمعتم متسبعي قناة شوف تي في معاناة ديال هاد أصحاب المحلات التجارية تيعانيوا في صمت. تينتظروا الذي ياتي او قد لا ياتي. فين هي الشاحنه اللي كنشوفوا احيانا في الاخبار في القنوات الرسميه كتفتح الثلوج؟ فين هي الشاحنه اللي غتفتح وتفك العزله على هاد الناس؟ كاين شي التراكسات كيحلوا الطريق كاين اللي تقلبوا البارح، كاين شي جوج اللي تقلبوا، كاين واحد هنا في الدوار تقلب تقلبوا البارح للاسف. اذا المواطن تيقول لنا تقلبوا، الناس اغلبهم كيقول لك ما جاوش يحلوا الطريق. طبعا الراي الاخر متسبيرين، احنا معكم في هذا البث المباشر نتمناو انه يجي شي واحد اخر اللي ما تقلبش لان ما بعيده عن مكه، ما بعيدة عن مكة، مولاي عبد السلام قريب من العريش، هنا عندك واحد 150 كيلومتر ولا 200 كيلومتر تكون جات الشاحنة. هانتوما كتلاحظوا متسابقين احنا معكم في هذا البث المباشر. المعاناة اللي كيعيشوها السكان هنا في هذه المنطقة محاصرين بالثلوج، صور غنية عن كل تعليق، هانتوما كتشوفوا الباب ديال الديور والسيارات كيفاش محاصرة للأسف. احنا مازال معكم متسابقين في هذا البث المباشر على مقربة من ضريح مولاي عبد السلام بن المشيش. بغينا بالفعل نشوفوا الطريق مفتوحة ولكن للاسف اجواء جميله رائعه باش نكون واضحين، ولكن الطريق ما كايناش. شكون اللي غيطلع لك 6 كيلومتر على رجلو؟ انتم سمعتوا صحاب المحلات التجاريه كامله كتعاني. صعيب في الحقيقه، صعيب يعني باش الانسان يطلع 6 كيلومتر على رجلو ويهوت الساعه 6 هي 12
صعيب وصعب بزاف. صور غنيه عن كل تعليق. تلاحظوا معايا متابعينا الشوايه اللي فيها العافيه كتكون شاعله في الفحام هي متلجه. الشوايه راه فيها الثلج. اذا صور غنيه عن كل تعليق، الشوايه فيها الثلج معناها راه هذه كتوضح كل شيء. شوفوا معايا الشوايه ديال الفحام وعامره بالثلج. اذا على اي فتح طريق نتحدث متابعينا. معاناه بالجمله. الله يبارك فيك لالا. الحمد لله الحاجة بخير. كي عامله الامور؟ الحمد لله. خصنا عيف تحط طريق وصافي. هذاك اللي كيخصنا باش يجيو المحبين يشوفوا هذا المنظر. ودابا هنايا ما كيخليهمش يفتحوا، علاش هي فران مفتوحه وهنا مسدوده؟ تبارك الله عليك الحاجة. الله يعاونك. طبعا كلام في الصميم ديال هذه الامراه المسنه. برافو لك الحاجة. كنتي قريبه عليها، كنت نبوس لك راسك في الحقيقه. والله العظيم لولا كورونا. قالت لك علاش افران تيحلوها مولاها بالسلام ما تيحلوهاش؟ واش هاد المعدات كاينه في افران وما كاينش مولاها بالسلام؟ بل مشيش التبعه الترابيه الاقليم العرائش. كلام واضح ديال امراه مسنه كتفوق 70 سنه. كلام في صميم متسبعين. نعطيكم صور اخرى جميله هنا، شباب وزوار تيديروا بعض الاجسام الجميله بالثلج. انتم كتشوفوا متسبعين، هذه منطقه مولاها بالسلام بل مشيش، ولكن في انتظار الذي ياتي او قد لا ياتي لفتح الطريق. نتمنوا بالفعل، نتمنى. وطبعا صور جميله متابعينا. لاحظوا معنا هذه الصور الجميله، الشباب ديال المنطقه تبدعوا، هذا ابداع فني. عادي نعطيكم شويه ديال الجمال متابعينا، شي حاجه جميله، ونبعدوا على المعاناه ونرجعوا لكم المعاناه ديال الساكنه. ولكن هذا الشاب ديال هذه المنطقه تيدير هذا المجسم. السلام عليكم خويا، بخير؟ كي داير الامور؟ انت ولد المنطقه؟ انت اللي درتي هذه الرسومات الجميله، تبارك الله عليك. والشباب ديال المنطقه، ولكن كتعانيوا مع هذه البروده هنا، والطريق ما تحلتش، علاش؟ الله اعلم بخير والله. ما عرفتش الشاحنه ما بانتش هنا، تحلت من هنا واحد هذيك. حلوها الناس ماشي الشاحنه، جبرت المواطنين كيحلوها. فويا حلاتها بالليل، البارح بالليل على رقبتك. لا يا ودي، وهذا الصباح هذا ما الناس وكذا ما كاينش الشاحن لحد الساعه ما كايناش. ايوا على العوم. هذا راي اخر متسبين. هذا الشاب تيقول لك انه في الليل حلاتها، ولكن في هذا التوقيت ما عرف. قلنا سي يوسف حلاتها ولا ما حلاتهاش اخي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شفتي فيها هذه المبادره الطيبه اللي تفكرت هذه الساكنه. مرحبا. اسيدي كنقول لك بان راه الطريق راه مشدوده، راه الطريق مشدوده. الساكنه كتعاني. نعم. كتعاني بزاف، فهمتي؟ انت كتشوفوا الناس كطلع على رجلها، فهمتي كيفاش؟ كنطلبوا من المسؤولين يعملوا واحد التفاته مولاي عبد السلام من ماشي. راه فهمتي كيفاش؟ راه الناس كاينه. كاينه الناس اللي مريضه، كاينه الناس النساء الحوامل، كاينه بزاف الحاجات اللي كيوقعوا في مولاي عبد السلام. خصنا ضروري الطريق تكون محلوله. شكرا لك اخي. شكركم على المبادره الطيبه. مرحبا. اذا كما سمعتم متسبعين طبعا الاراء، الراي الاخر. الشاب اللي كيرسم المجسم قالنا البارح حلوها، الشاب الاخر تيقول لك لا طبعا تحلت ياك، ولكن هذا الصباح ما كاين والو. ولكن الناس اللي كملوا عليها بيدهم، الناس المواطنين الساكنه اللي كملوا عليها بيدهم. اوكي. اذا متسبعين احنا مازال معكم في هذا البث المباشر كما شفتوا، معاناه بالجمله كتعيشها الساكنه في غياب الشاحنه ديال فتح الطريق في هذا الصباح. منذ بدايه هذا البث المباشر وحنا طالعين على رجلنا، يعني 6 ديال الكيلومتر متسبعين، انتم كتشوفوا على مقربه من الضريح ديال مولاي عبد السلام اللي عنده طابع وطني وكذا دولي ومعروف. للاسف هاد التجار تيعانيو في صمت في انتظار قدوم هاد الشاحنه الذي تاتي او قد لا تاتي متسبعين. احنا معكم في هذا البث المباشر، عفوا في هذا البث المباشر. شفتوا من طلعنا فين؟ خلينا السياره وطلعنا على رجلنا مع المواطنين. طبعا كاين فئه اللي طلعت وكاين اللي رجعت، لان معاناه بالجمله مع انخفاض درجه الحراره والثلج والبرد، وكل واحد الطاقه الاستيعابيه ديالو اللياقه ديالو عفوا صعيب. اذا انتم كتلاحظوا متسبعين شنو اللي وقع الان هنا في هذه المنطقه، وحنا كنتواجدوا الان المملكه المغربيه وزاره الداخليه ولايه جهه طنجة والحسيمه عمله اقليم العرائش دائره مولاي عبد السلام بن المشيش قياده تازروت امام هاد البناية الرسمية في غياب الشاحنة باش تفتح الطريق. هذا هو السؤال. إذا في انتظار الشاحنة اللي عامك تجي تفتح الطريق متسبعين، أنتم كتشوفوا المعاناة اللي كتعيشها هاد الساكنة. وهنا غادي نشوفوا بعض التجار بإمكانيتهم البسيطة الشخصية هما اللي تيفتحوا الطريق في وجه الزوار في انتظار الذي يأتي أو قد لا يأتي. لأن استبشرت الساكنة كما خدينا معهم تصريحات قبل لحظات، اليوم عطلة 11 يناير يوم الإثنين بداية الأسبوع، أن الناس تجي باش تزور هاد المنطقة وتنتعش الحركة الاقتصادية. ولكن للأسف انتم كتشوفوا الشباب يعني بالمعدات البسيطه ديالهم هما اللي تيفتحوا هذا الطريق، هما اللي عادي نسولوا هذا الشاب. الله يعاونك. ما كاينش الشاحنه؟ نعم ما كاينش. انت كتفتح بيدك دائما؟ شحال انتم في العزله؟ هذه دابا يومين. يومين انتم في العزله والشاحنه والو؟ الشاحنه للاسف البارح وصلت للتحيد، ولكن هنا ما وطلعش. خلوهاش تطلع. والشاحنه ما عندهاش مشكل، خصها تطلع. ضروري خصها تطلع. انتم تضررتم هذا الشيء؟ ضروري.
مجبورين طبعا ناحية اقتصادية الناس ما جاوش الزوار والو باش يشريو. إذا كما شكرا لك الله يعاونك. إذا كما سمعتم وتسابينا طبعا هذو معاناة اللي كيعيشوها التجار هنا في هذه المنطقة للأسف. من مدخل مولاي عبد السلام المشيش 6 ديال الكيلومتر وحنا على الأقدام مازال ما كاينش هاد الشاحنة ما شفنا والو. الشهادة لله وحنا في البث المباشر في انتظار الشاحنة ما عرفناش من عتجي واش كاينة أصلا واش ما كايناش. اللي مهم هنا هو حنا صور مباشرة غنية عن كل تعليق معاناة بالجملة. شوفوا هذا الرجل المسين، هذا الرجل المسين بيدو بالإمكانيات البسيطة ديالو هو بالبالة ديالو مسكين تيفتح هاد الطريق لأن هادو معاناة. لاحظوا معايا هاد الشواية، هاد الشواية هي غنية عن كل تعليق، فوق الشواية وكل شيء فوق الشواية والتلج فوق الشواية. إذن متسبعين رجل مسين بالإمكانيات البسيطة في انتظار قدوم الشاحنة. هانتوما كتشوفوا صور غنية عن كل تعليق، صور غنية عن كل تعليق. معاناة بالجملة كيعيشوها التجار ديال منطقة مولاي عبد السلام بالمشيش بعد ما بقوا في العزلة شي قلنا ثلاث أيام وشي قلنا يومين في انتظار الذي يأتي أو قد لا يأتي. متسبعين احنا معكم في هذا البث المباشر. شريف الله يعاونك. كتستحضر كتزوج بيدك؟ نعم؟ والو ما محسوبين شي؟ علاش؟ والو انت دابا شحال في العمر ديالك اسيدي؟ 80 سنه الفوق. تبارك الله الله باينه تبارك الله باينه. وانت بالبالا انت كتفتح بيدك؟ نعم. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يعاونك اشرف الله يعاونك. اذا متابعينا احنا مازال معكم في هذا البث المباشر وانتم كتشوفوا عدد كبير ديال الناس المواطنين فئات عمريه مختلفه. رجل مسن كيف في العقد الثامن يعني تيتجاوز 80 سنه تيفتح بيدو هذا الثلج هذا الطريق عفوا في غياب الشاحنه في غياب تدخل ديال السلطات المختصه طبعا على اي تدخل نتحدث. احنا معكم في هذا البث المباشر انخفاض درجه الحراره والثلوج والمعاناه بالجمله. السؤال اللي كيتطرح متابعي قناه شوف تي في هو الا كانت شي حاله استعجاليه في هذا الاثناء كيفاش غيتم نقل كيفاش غيتم نقل شي سيدة الا كانت حامله باغا تولد شكون اللي غادي يهزها. وكنتم كتلاحظوا معنا الزوار مختلف المناطق كتعاني. السلام عليكم خويا بخير كي دايره الامور؟ كاين شي حركه؟ والو علاش؟ الطريق مقطوعه للاسف طبعا بصوت واحد الساكنه كتقول الطريق مقطوعه. وانتم كتشوفوا المعاناه ديال هاد المنطقه مناظر رجميله باش نكون واضحين متسبعينا. صور غنيه عن كل تعليق ولكن المعاناه بالجمله معاناه بالجمله انخفاض درجه الحراره البرد القارس كتعرفها المنطقه في غياب التدخل. احنا كنهضروا على التوقيت ملي جينا صدفه جينا صدفه لمولاي عبد السلام بالمشيش والطريق مقطوعه طلعنا على رجلنا 6 ديال الكيلومتر. صور غنيه عن كل تعليق مناظر جميله ولكن اللي ماشي جميل هي الازمه الخانقه اللي كتعرفها هذه المنطقه. العالم الوطني ناس وطنيين اكيد من بلاش كافيه حاضره هنا في هذه المنطقه ولكن اللي ماشي جميل جدا هو الطريق مقطوعه في وجه مستعمليها. الجو مزاون لان كاين الشمس ولكن اللي ماشي جميل هو المعاناه 6 ديال الكيلومتر والناس طالعه على رجلها. هادشي صعيب وصعيب بزاف. من منطقه مولاي عبد السلام بالمشيش متسبعي قنشوف تي في التبعه الترابيه اللي عملت اقليم العرائش. انتم كتلاحظوا شنو اللي واقع شنو اللي كاين في هاد الاثناء. حنا معكم في هذا البث المباشر صور غنيه عن كل تعليق. كاين زوار على قلتهم ولكن الحركه الاقتصاديه ما كاين لا بيع وشراء لا والو لانه عدد كبير ديال الناس ما التحقوش بهاد المنطقه للاسف. وكما كتلاحظوا معنا متسبعينا انتم كتشوفوا الاجواء كيفاش دايره ارتفاع سميك ديال الثلج اللي كاين هنا في هاد المنطقه ولكن مواطنين هانتوما كتلاحظوا ناس بيدها مسنين فئه عمريه مختلفه هي اللي كتفتح هذا الطريق بامكانيتها البسيطه. لاحظوا معنا متسبعينا مناظر جميله انخفاض درجه الحراره البرد القارس ولكن اللي ماشي جميل هو هذه الازمه الخانقه اللي كتعيشها هذه المنطقه كما كتلاحظوا معنا. تصوروا اذا كانت الطريق مفتوحه واليوم عطله شحال ديال الزوار شحال ديال الناس كانوا ممكن يجيو لهذه المنطقه ديال مولاي عبد السلام بالمشيش وتحرك العجله الاقتصاديه في ظل الازمه الخانقه اللي كتعرفها البلاد مع هذه الجائحه ديال كورونا. من منطقه مولاي عبد السلام بالمشيش غنمشيو معكم في اتجاه المرتفع ديال الضريح كما قلت متسبعينا كاين زوار محسوبين على رؤساء
رؤساء الاصابع، ولكن كاين ازمه خانقه اكيد استبشرت هاد الساكنه ديال هاد المنطقه والتجار كذلك بقدوم الزوار، ولكن الطريق مقطوعه في وجه مستعمليها بسبب غياب الشاحنه اللي طبعا الدور ديالها باش يمكن اذا حدث الثلوج. هانتوما كتلاحظوا المحلات التجاريه طبعا فارغه في انتظار الذي ياتي او قد لا ياتي متتبعينا مع هاد عدم فتح الطريق. غادي نمشيو معكم في اتجاه الضريح والمرتفع وانتم كتشوفوا كيفاش دايره الاجواء هنا بامكانيات بسيطه. رجل مسن في عقده الثامن يعني اكثر من 80 سنه بامكانياته البسيطه هو التي يفتح الطريق حدا المحل ديالو، لانه ناس عاشت العزله ديال 48 حتى 72 ساعه متتبعين. انتم كتشوفوا المحلات التجاريه فارغه للاسف في غياب الزبون في غياب الذي ياتي او قد لا ياتي. غادي ندردشوا مع اصحاب المحلات التجاريه. السلام عليكم. انت معنا في المباشر ديال شوف تي في، قول لي شنو كيداير الاجواء؟ الله يبارك فيك. كنعاني مع عدم وصول الشاحنه في الموارد الغذائيه، والساكنه كيعانيو من نقص الموارد العامه كامله، والمسؤولين ما قايمينش بالواجب. لا انت كتشوف يعني كلشي امامك. نعم صور غني كل تعليق حنا في المباشر. وهاد الشاحنه اللي كتفتح الطريق والو؟ ما كاين لا شاحنه، ما كاين لا جرافات، لا حتى شي حاجه. حتى حاجه. يعني ما كاين حتى شي حاجه، المهم المسؤولين ما قايمين حتى بشي حاجه، انت كتشوف كلشي قدام. للاسف. للاسف هاد العمل هاد العرائش كنعانيو معاها. في صمت. غنشوفوا الشاب. تفضل اسيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. واحد متضرر. السلام عليكم. واحد متضرر مع ساكنه مولاي عبد السلام، حيث محسوبين العمالة العرائش، محسوبين العمالة العرائش، راهم تكرفص علينا بزاف. وبارح صيف بغاو يعملوا واحد محاولة زعما يفتحوا لنا الطريق، ولكن معدات لوجستيكية والو. معدات لوجستيكية والو للأسف. صيفطوا لنا واحد مخسر مولاه، قال لك ما كيشوفش مزيان، ما بغاش يخدم لنا. الله يحفظ ربي يسلمك. الصراحة محمرة حاملة ما جبرتش منين تخرج من هنايا. ومهم معاناه بزاف. شكرا لك. اذا كما سمعتم متتبعينا شهاده حيه من منطقه مولاي عبد السلام، التجار كتعاني في صمت. وسمعتوا انه امس ربما السلطات حسب التصريح اللي عطانا هذا الشاب بانه صيفطت او رسلت شي شاحنه، ولكن اتضح انها عندها مشكل، عندها عطب تقني، وهذا هو المشكل. احنا مازال معكم متتبعينا في هذا البث المباشر في اتجاه ضريح مولاي عبد السلام بن المشيش، كما قلت لي معروف على المستوى الوطني وكذا الدولي، اللي تيجي عدد كبير ديال الزوار مختلف المدن المغربيه وكذا على المستوى الدولي لزياره هذه المنطقه. ولكن هذه معاناه بالجمله للاسف. انخفاض درجه الحراره والثلوج اللي تهطلت واللي عرفتها تسقطت على هذه المنطقه. انتم كتلاحظوا البياض، صور جميله، ولكن انا طالع في الكيلومتر 7 دابا، صرت كيلومتر كملناها لهيه، وغادي نطلعوا في المرتفع ديال 7 ديال الكيلومتر متتبعينا. هادو معاناه بالجمله كتعيشها هاد الساكنه في انتظار الذي ياتي او قد لا ياتي متتبعينا. هذه الاجواء ديال مولاي عبد السلام بن المشيش. قولوا لنا مين كتتبعونا وشنو رايكم في هاد الشيء، شنو رايكم في هاد المعاناه اللي كتعيشها هاد الساكنه ديال مولاي عبد السلام بن المشيش. طبعا في غياب اي تدخل، اي الوقت اللي طلقنا المباشر الى الان ولا احد للاسف. طبعا التجاره والتجار تيعانيوا في صمت هنا، ما كاينش زوار، كان الطريق مفتوحه واليوم عطله، كتعاد كل حركه اكثر كما كتلاحظوا. نعطيكم هاد الصور من قلب هاد المحل، لاحظوا كيفاش محاصر هاد الطريق بالثلوج متسبقا. شوف طيب احنا معكم في هذا البث المباشر، الله يعاون. مرحبا. لاحظوا هاد المحلات كيفاش محاصره بالثلوج، ناس كتطلق الماء بامكانيتها البسيطه من اجل ازاحه الثلوج. مناظر جميله، ولكن اللي ماشي جميل هو المعاناه والازمه الخانقه اللي كيعيشوها هاد الناس. هانتوما كتشوفوا مباشره من مولاي عبد السلام بن المشيش، مناظر جميله، معدات، ولكن في غياب الزوار. هادشي طبعا تيأسف. غادي نسمعوا ناد الشاب صاحب هذا المحل، ندردشوا معاه. السلام عليكم. انت معنا في المباشر ديال شوف تي في، شنو هو المشكل؟ بالنسبه للطريق كديروا مده ديال 48 ساعه وهي مسدوده، وكاين الناس كتعاني هنايا. بالنسبه الى وقع شي حادثه هنايا ولا شي حاجه، كاين المستشفى مشدود، طبيب اللي هو كيكون في المركز، اللي كاين في المركز. يعني كاين واحد الغياب تام من المسؤولين، يعني السلطه المحليه والناس المسؤولين في هذه المنطقه، وحتى الناس كتعاني هنايا بزاف بالنسبه للبرد بالنسبه للمستشفى. شكرا لك اخي. اذا كما سمعتم متتبعينا، هادو معاناه بالجمله كيعيشوها هاد الناس. نتمنوا بالفعل
نتمنى بالفعل المتابعين احنا معكم في هذا البث المباشر. مرحبا. الو باقي يال هسالي متصل فيك. اذا متابعين احنا مازال معكم في هذا البث المباشر من منطقه مولي عبد السلام بالمشيش. انتم كتلاحظوا تبارك الله المناظر الجميله الرائعه. غادي نرجع لكم بعد لحظات في مباشر اخر. كان معكم معتكف كالعاده متابعينا هنا في هذه المنطقه ديال مولي عبد السلام بالمشيش. برد القارس طبعا البروده انتم كتلاحظوا شنو اللي كاين هنا في هذه المنطقه. نتمنوا بالفعل متابعينا هنا السلطات تدخل في القريب العاجل. مولي عبد السلام بالمشيش التابع ترابيا اللي عملت العرائش. الناس كتعاني في صمت. اكدوا لنا مجموعه ديال التصريحات ان المواطنين هما اللي تيحلوا الطريق. ان شي سيده امس حامله خصها توضع بقات محاصره 3 ايام 48 ساعه 72 ساعه والطريق يعني كاين عزله تامه للاسف. متابعي قناه شوف تيفي تحيات معتكف لكم. الى اللقاء في مباشر اخر.